مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع حلقتنا معنا نائب سابق اللي حاكم مصر في لبنان دكتور محمد بعصيري. بقيتوا تقولوا لنا ليره بخير اكلنا الضرب. بالامس من يومين بيطلع حاكم مصر في لبنان بيقول اجتزنا المرحله الصعبه. دولار اليوم 9000 بالسوق السوداء. تنين ممكن يفتح البلد على خبر ما في بقى مستلزمات طبيه، لانه ما بقى في خلاف بين انه عم بيدعموا الكارتلات ولا لا. في حكي عن رفع الدعم عن المحروقات. ليش هالقد بعدنا ماشيين؟ يعني بس اول شيء فسر لي شو يعني الجمله اللي قالها الحاكم اجتزنا المرحله الصعبه. مدام نانسي، انا ما سمعت من الحاكم. قال قدام جمعيه المصالح. خادم المصالحين. انا اطلعت على محضر الجمعيه. اكيد. اوكي. الحاكم كنا عم نقول لا اله في الا الله. لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى. يعني بدنا ناخذ الشيء ما بناخذه out of context. ساعات الحاكم حكي حسب المحضر، برجع بقول لك حسب المحضر. ومين كتب المحضر كمان؟ يعني أوقات أنا بكتب شغلة يمكن ممكن فسر أنا اللي قلتيه بمعنى معين، طبعا بحسن نية عم بحكي. أوكي. فهذا بادئ ذي بدء. أما الجواب المباشر على سؤال حضرتك هو حكي انه على الخطه الحكوميه، الخطه الاقتصاديه بعد ما تنفذت. انحكى على استعاده الاموال على اليورو بونز، على الدائنين بعد ما انحكى معهم. اوكي. انحكى انه هيدا تاثيره السلبي على الاقتصاد، حكي اشياء كثير سلبيه، وحكي على احتياط مصرف لبنان. طيب. وحكي انه حنوصل لمرحله ما بنقدر ندق بالاحتياط الالزامي اللي هو حوالي 15 مليار دولار بعتقد. اوكي. حكي على الاشياء هيدي، وحكي بسياق تعميم الاخير على 154 يلي بيطلب فيها، اهم ما بيطلب فيها انا برايي انا هو انه جيبوا بهمني اعاده الرسم، اللي انا بهم الموضوع هذا اعاده رسم المصارف، ويكون المصارف عندها سيوله 3% بالخارج. هلا موضوعين بعتقد انا بستنتج فيه وقريت النص اكثر من مره. اوكي. عم بيحكي اذا طبق كل هو هول بصير الأزمة الحادة، خلينا نقول الحادة، يعني استعمل كلمة الحادة يكون واضحين، بصير ورانا. فإذا ما بنقدر نقول نحن لا إله في إلا الله. طيب. الله، هل السؤال بتطبق اللي قاله الحاكم؟ هذا سؤال كبير بصراحة، وهذا بيعود للحكومات، سواء الحكومة اللي بتألف أو تصريف الأعمال أو تصريف الأعمال. وين صارت الخطة الاقتصادية؟ ما بنعرف، ما بنعرف فيها، ما بنعرف فيها. نحن للأسف اليوم لأنه الناس كثير عندها يعني هم كل يوم عم تحكي فيه. أولاً شو المشكل بموضوع الدواء؟ هل صحيح انه الحاكم ما بقى عم بيقبل يعطي دعم على موضوع الدواء لانه صار في كارتلات ادويه عم تجي تخزن على 1005 للحظه ترجع ترفع السعر وتستفيد فيه مثل اي سلعه بهذا البلد؟ وهذا صار بالسله الغذائيه، هل صحيح هذا الشيء؟ مدام ناسي، انا عندي نقطتين بالموضوع هذا. اول شيء بالنسبه للدعم، ما لم يعد سرا انه الاحتياطي مصر لبنان عم بخف، هذا طيب. شيء واضح. واشير سمعت من اكثر مصدر انه شهرين ثلاثه ما بقى في دعم. اقله هكذا قيل. اما بموضوع الدعم، انا مش مع سياسه الدعم الموجوده حاليا بالامريكيه بكل صراحه، لان اي ماده فيها دعم معناتها قابله للتهريب. لما بتدعم القمح، بتدعم البنزين الى اخره، عم نشوف اقله حسب الريبورتاج عم نشوفه بعض التلفزه اللبنانيه، ارتال من السترنات عم تروح على سوريا، مزبوط؟ اوكي. واضح. فاذا اي ماده مدعومه معناتها قابله للتهريب، وهذا بنطبق مش بس بلبنان على سوريا، واذا سوريا دعمت بعض الاشياء كمان بتتهرب على لبنان، والعكس صحيح. هيدا عم تحكي هون، هذا عالم البزنس. انا بالدعم بتمنى يكون لو ما مشوا بالدعم السياسي واللي هي عرضت البضاعه للتهريب، كان عمل بطاقات. ما هيدا عم ينشغل عليه هلا؟ تاخروا، بقول لك تاخروا، لازم يكون عمل الحكومه. شو يعني بطاقات؟ اشرح لي هلا. اول شيء لحظه بس كرمال الناس، هل سيبدا رفع الدعم بالمحروقات، بالدواء، بالقمح؟ معلوماتك بشو حيبقى؟ جواب على سؤالك، ما بدي اعطيك جواب قاطع، لان انا ماني قاطع. لان انا لست بموقع المسؤوليه، ولكن تقديري انا رح يخف بوقت الاوقات ويتوقف اذا ضلت حالي تعيش. عن اي سلع؟
محروقات. حكى محروقات، المحروقات يعني الدواء شيء. يقال انه القمح اساسا هو مش هالمبلغ الكبير، محروقات بصفه رئيسيه رح يروح نهائيا دعم مش تدريجي. بعتقد تدريجي، انا هيدا اعتقادي، اعتقادي تدريجي، بس بده يتوقف الدعم، بده يجي وقت، طالما ما عم يجينا دولارز على لبنان، طالما ما في حكومه وفي تخبط بسياسات الحكومه الحاليه، معناتها انا ما بشوف بصراحه انه الدعم رح يستمر لوقت طويل. خلينا نكون صريحين، ما بعرف اللي عم بقوله شهرين، شهرين عم بقول اخر اكتوبر، عم بسمع شهرين ثلاثه، هذا اللي سمعته انا، شهرين ثلاثه عم ينقال كل الدعم. صحيح صحيح، هذا عم الحكي. بس المحروقات، والمحروقات بعتقد شهرين ثلاثه، بعتقد مش اكيد، بعدين هيك مثل ما عم تصور يمكن يكون الدعم ينزل تدريجيا. مزبوط 25%، هو هلا قديش 90%؟ يمكن 90% تدريجيا. طيب قد ايه يعني بتصير سعر تنكه البنزين؟ عم الحكى اذا تدريجيا، بالتقديرات الاقتصاديه تدريجيا عم الحكى يمكن اول سعر يمكن 35,000 بعتقد، بس تدريجيا عم بحكي حسب قد ايه بتنزلي. اذا بتقيم الدعم كله بالكامل عم تحكي انت توصل لل 75 75 100 يمكن، ما بعرف قديش توصل، بترتفع بشكل دراماتيكي. اما بالنسبه للكوبونات، كوبونات انا كنت بتمنى لو صار، بس يعني لا طبعا تاخرنا كثير هلا، بس بعد يعني وجود الشيء افضل من عدم وجوده. ينعمل دراسه حقيقيه على الاشخاص والفئات اللي هي دون خط الفقر، هون ينعطوا كوبونات. يعني اذا انا بدي اروح اشتري لنقول كيف يعني بدون خط الفقر؟ بس دكتور لحظه، نحن بيوقف عنا البلد كأننا بعدنا عم نحكي عن بلد فيه نسبه 3% من الاسر دون خط الفقر، بوقت هلا عم تحكي بانه كل موظف بلبنان موظف عادي هو صار ما في طبقه وسطى، هدول انتهوا، هو اللي كانوا الطبقه الوسطى. مدام نانسي، حسب تقديرات البنك الدولي في 55% من اللبنانيين هن فقراء. فقراء او تحت خط الفقر يمكن. اوكي طيب، 80% رح يصيروا فقراء مع الوقت اذا ضلت هالحاله مستمره على الشكل الحالي، الشكل السيء الحالي. لو كان بالقبل هالدعم، ما اندعمت المحروقات، القمح، الادويه، كذا، اللي عم بتخلي هالبضاعه تتسرب، تتهرب لسوريا، لتركيا، ما بعرف تتهرب. لو انعطى بطاقات، يعني انا بدي اروح اشتري هالقلم لابني، هيدا لاقول مثلا بيسوى دولار، اذا انا كنت من الاشخاص كواليفايد للدعم، بعطيه البطاقه تاعتي، هالدولار صار حقه لنقول 20 سنت، لنقول كان هيدي منع التهريب لحد كبير. هلا بتقولي لي بالقصه هيدي بصير في فوضى وابيوز، بقول لك ايه أكيد. اكيد بس اقل الابيوز بكون اقل. بس اليوم مثلا بموضوع بطاقات البنزين عم بيقولوا اجمالا يمكن المازوت بدهم ياجلوه شوي، البنزين هو اول السلع اللي ممكن يرفع عنا الدعم. عم ينقال بطاقه البنزين هي اللي حسب اذا موظف بيشتغل ببيروت ومكان اقامته ببيروت بيطلع له مثلا تنكتين دعم او ثلاث تنكات، هيك هي. شو الصيغه المطروحه؟ يمكن شيء منه، بس انا خليني اركز على نقطه مهمه، لازم البطاقات ما تتوزع كل العالم. اذا انا عندي سياره رولز رويز، ما لازم استفيد من البطاقة، مش لازم استفيد. هالبطاقات لا تعمم على كل العالم، بده يكون في دراسة. حضرتك بتعرف انه نحن تحديدا بلبنان الموظفين كانوا عم ياخذوا كرود ليشتروا سيارات، معظمهم بناء على قرض، وان كانت سيارة من الشركة، لانه في سياسة الدعم كانت قائمة، يعني كان ذي كان افورد انه يقدروا يعملوا هذا الشيء. ما فيك اليوم تقول له اذا انت معك سياره موديل السنه مش مثل اللي معه موديل ال 90، ما 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 هذا الموظف كمان انضرب معاشه. مدام نانسي، ما عم بيحكي على الموظف اللي انضرب معاشه، عم بيحكي على الطبقات الغنيه. هول ما لازم ينعطوا بطاقات، هلا بقولوا اكيد اذا عم تقول الاغنياء. انا عم بسمع انه البطاقات توزع على كل اللبنانيين حصرا، ما لازم بس اللبنانيين. طبعا اللبنانيين اكيد. نعم، بس ما هذا ما بيعمل لك فوضى عنف؟ انت بمجتمع في عندك اكثر من مليون لاجئ سوري بقلب على الاراضي اللبنانيه، عندك الوجود الفلسطيني، عندك العماله الاجنبيه. مدام نانسي، الدعم لازم يكون حصرا باللبنانيين، حصرا باللبنانيين، ولكن مش اي لبنانيين، اللبنانيين هن تحت خط الفقر. خلينا نوضح، مش بيكون اكروس ذا بورد بدعم الكل، ما بيجوز. مين اللي بحط تحت خط الفقر؟ الحكومه اللي تقوم بالدراسه. مين بده يقوم بالدراسه؟ نحن احصاء سكاني ما عندنا دكتور.
طب شو بدي جاوبك انا مدام ناسي؟ انا شو بدي اقول لك؟ عم خبرك انه من 32 نحن وقفنا على عدد سكان لاسباب سياسيه بنعرفها. طيب. بس بعتقد انا الدراسه اذا صارت مع الورد بانك ومع اشخاص معنيين او مؤسسات معنيه اوكي، بس طبعا بدها تصير بالتوافق مع الحكومه، لو انه الحكومه النظام كله ما في ثقه من قبل الشعب وهذا حيوي. بس مثلا بموضوع البعض عم بيقول ما فيكم ترفعوا الدعم من دون ما يصير في تصحيح اجور، ولا ممكن. ما فيك انت الليره اليوم فقدت يمكن 80% من قيمتها صارت فاقده، ومن دون ما تواكب هذا الموضوع بتصحيح اجور وتقول لي حصرا للفقراء، ما هيدا الموظف معاشه صار كما لو انه ما عنده معاش. مدام نانسي، تعديل الأجور لا يحل المشكلة الإطلاق، سيزيد المشكلة تعقيدا. حل المشكلة هو حل سياسي. خليكم واضحين. خليني ذكرك مدام نانسي والمعدل وسلسلة الرتب والرواتب شو كان صار بدك الوقت؟ هل حل المشكلة؟ أفقر العالم، لأن قامت على تقديرات عشوائية. بلشت 800 مليون دولار او اقل شوي، انتهينا صرنا حوالي فوق المليارين دولار. كان في شعبويه وكان في لا، بس كمان لانه انتم بنيتوا البلد على اقتصاد ريعي. انتم كل هدفكم بنظام مالي وسياسي في حينه، بنيتوا البلد على نظام ريعي غير منتج. نحن اليوم عم نقول هيدا البلد عم بيدفع ثمن سياسي اقتصادية خاطئة. الليرة بطلت بخير لأنه البعض بيقول كنتم ملتهيين بالبنوك وبالهندسات المالية اللي حضرتك العقل المدبر لإلها. عم تعطيني كرادت أكبر ما بستحقه بكتير. كرادت الهندسات المالية بتعطيني العقل المدبر. أنا ما أنا كرادت كنت غير واعي لإلو العقل المدبر. هلا وعيتيني هذا العقل المدبر. السياسات الاقتصادية بتقوم فيها الحكومات مدام نانسي، خلينا نكون واضحين. السياسات الاقتصادية تقوم فيها الحكومات، خلينا نكون واضح أكثر كمان. حتى سياسة تثبيت الليرة، هيدي سياسة حكومية وليس سياسة مصرف لبنان. مصرف لبنان عنده استقلالية لحد كبير، بس يبقى جزء يتجزأ من الدولة اللبنانية. طيب. ما بيقدر مصرف لبنان أو أي مصرف مركزي بالعالم يقول أنا أخذت قرار بتثبيت الليرة، هيدا قرار مظبوط. وإنما مصرف لبنان أو أي مصرف مركزي بالعالم بينفذ السياسة الحكومية الكبيرة. بس مش هو بيضع سياسة نقدية؟ السياسة الحكومية شيء، عم بحكي عن السياسة النقدية. سياسة أن تكون الليرة إلى قيمة. شو الإنجازات اللي عملها مصرف لبنان بوضع سياسة نقدية للبلد؟ طبعا. أنا بستفيد منها اليوم تنوع. أعطيني شوية وقت مدام نانسي عم تجاوبي. تفضل، نحن لأنه وقتنا كله خلص، بس تفضل. سياسة تثبيت الليرة هي سياسة حكومة متعاقبة ولا تزال سياسة الحكومة الحالية. مزبوط. خلينا نعترف. يلي جرى بهذيك الوقت مصرف لبنان اوكي استعمل أدوات لحتى يوصل للهدف اللي وضعته الحكومة اللي هو ثبات الليرة. ونجح على مدة سنوات طويلة، خلينا نعترف، من 93 وقت ما اجى الشهيد رفيق الحريري وكمل كل الحكومات اللي اجت بعد منه، بما في طيب. حكومه رئيس الحص، حكومه عمر كامل الى اخره، كل الحكومات بما في الحكومات الحكومه الحاليه وبما في الرئيس ميشيل عون والرؤساء اللي سبقوه كمان، كله مع ثبات الليره، واضح؟ طيب. اللي صار انه المشكله الاساس كان هو في تصرفات الطبقه السياسيه، وحتى اكون اعطيك بعض التفاصيل الدقيقه صغيره. لو اخذنا ميزان المدفوعات اللي سجل ناتج سلبي مخيف اقله من ابتداء من سنه 2011 لغايه اليوم. طيب. اوكي. عجز الميزانيه الدولي، عجز الميزانيه كمان وصل وقت مراحل ل 12% من الناتج القومي. هيدي سياسات حكوميه، سياسات ماليه حكوميه وضعتها الحكومات. اوكي. اللي صار ما بدي احكي على تدفق اكثر من مليون لاجئ سوري على لبنان وقد عمل ضغوطات اقتصاديه الى اخره. انا بتطلع المشكل الاساسي بلبنان يبقى طبعا عدم الحوكمه، عدم كذا كذا كذا، الصفقات والفساد المستشري في الدوله اللبنانيه بشكل واسع. طيب بس بشكل غريب طول هالفساد
دكتور انتوا كنتوا موظفين مطيعين لهذا النظام. مدام نانسي ما حدا منكم استقال؟ يا مدام نانسي ما حدا عمل انقلاب من داخل النظام؟ يا مدام نانسي الكلام فيه كتير اشحاف. لا لك يعني اذا ما الناس عم تتهمكم، مش يعني انا بعدني عم بقول لك انه كان لازم كنت تستقيلوا اذا نعم. مش قادرين، بس الناس عم تقول لكم انتوا متورطين، انتوا جزء. مدام نانسي خلي اعطيك مثل جرى بالعالم سنة 2008 بعتقد، عصف بالعالم، الازمه الماليه العالمية. الازمه الماليه أوكي. شو صار بامريكا بعد الازمه الماليه؟ تغير الحكم. يعني البنك المركزي الامريكاني ما كان متهم من الشعب اللبناني، من الشعب الامريكي انه هو كان وراء الازمه. صار البنك المركزي الامريكاني دوبلت ميزانيته 4 مرات، صار يشتري سندات تجاريه الى اخره، عمل اشياء هندسه ماليه اللي صار بلبنان ماشي قياسا نسبيا بالنسبه لعمله البنك المركزي الامريكاني. بس ولكن شو عمل الشعب؟ راح على صناديق الانتخاب غير الحكم، لان الطبقه الحاكمه بامريكا بالوقت ادت لفشل السياسي. غير الحكم انقلب على نفسه، كان رئيس اوباما هو رئيس اسود. برافو عليك. وقتها من اصول الافريقيه يعني اول حدا كان. ومن اساس مسلم كمان. محمد حسين اوباما. مظبوط. كان هيدا الانقلاب اللي هو نعم. ولكن عنا شو عملوا؟ نحن شو عملوا عنا؟ عنا للاسف سوء تصرف القطاع المصرفي او بعض المصارف، ما بدي عمم، سوء تصرف بعض المصارف مكن الطبقة السياسية من تحويل المشكلة من أزمة فساد ونظام حكم لأزمة مصارف. المصارف أو بعض المصارف تصرف بشكل سيء جدا. قامت بتحويل استنسابي انتقائي لبعض الودائع، وحتى في ودائع أصحاب بعض المصارف بعد 19 أكتوبر. مدام نانسي يعني صار في تقريبا بسموه كوازي كابيتال كنترول، مش كابيتال كنترول بس شبه، واغلقت ابوابها اسبوعين او اكثر يمكن ما هيك. انا برايي هذه كانت خطيئه وكان جرم كبير. بس لحظه شوي، حضرتك عارف فيهم وعم تقول لي بعض اصحاب المصارف اللي وقت ما كانوا عم بخلوا العالم تسحب دولار واحد كانوا عم بيحولوا اموالهم لبرا. صحيح. ما فيك تقول لي هيئه التحقيق ما عندها اياهم بالمصرف من لبنان، ما فيك تقول لي انه ما حدا عارف فيهم، بكبسه زر بمصرف لبنان بتعرف مين حول لمين، صح ولا لا؟ لا. ليه؟ ما عم اقول لك انا لا. ليه لا؟ لعلك لا. القرار اللي اتخذ من اغلاق المصارف وكان قرار جمعيه المصارف مش مصرف لبنان. مزبوط. باول 19 اكتوبر. ايه. بعد منها بكم يوم. ايه. هذا كان قرار جمعية المصاررف. وأنا هلأ عند حضرتك بهالوقت، أنا عند حضرتك هلأ لا بدي أعمل محامي دفاع لا حاكم مصر لبنان ولا مصر لبنان، وأنا ما كنت موجود بذلك الفترة، وبالتالي بقدر أحكي بكل حرية. شو صار؟ طيب اللي صار أغلقت أبوابها المصارف أسبوعين مصارف. وقامت بتحويل أو بعض أصحاب المصارف قاموا بتحويل ودائعهم، هذا أنا برأيي جرم. وما بينعرف إذا حولوا ودائعهم؟ رح أجيبك مدام أزبطين شانس. لما بصير في تحويل ودائع ما بتصل بمصرف لبنان، تحويل بصير دغري مباشرة. مزبوط. عن طريق المصارف المراسلة. واضح؟ اوكي. بهداك الوقت هل مصرف لبنان كان بيعرف مصادر التحويل؟ اكيد لا، ما بيعرف، لان تحويل ما بصير عن طريق مصرف لبنان مبدئيا. هل مصرف لبنان كان ممكن لاحقا يصير هالشيء يعرف؟ ايه ممكن عن طريق هالتحقيق، بس ولكن هيدا التحقيق خلي، لان في كثير ناس عم بصير في لغط بيقولوا ما عم بيعرف شو دور هي التحقيق. هي التحقيق بتستلم طلبات من المصارف اذا في شك بما يتعلق بتبويض الاموال، انتبه مش تحويل، في فرق كبير، او تمويل ارهاب، او لو اجى طلب رسمي من الحكومه اللبنانيه عن طريق النائب العام التمييزي، قال له بيقدر النائب العام التمييزي يقول له لهيئه التحقيق الخاصه اعطونا مثلا اسامي اصحاب المصارف كشف حساب من تاريخ لا لا اعطونا اصحاب المصارف اللي حولت وديع لهوني حول لبرا. واضح؟ اوكي خليني بس اكمل معك. اوكي بتقدر هي التحقيق تتجاوب مع طلب النائب العام التمييزي، بس بدي يجي طلب هي التحقيق ما بتقدري لوحدها تعمل هذا القانون. انا بحكيك بالقانون. طيب ولكن خليني احكي على قصه التحويلات، اذا بهمك احكي بقصه التحويلات. المصارف أين أخطأت وأين ارتكب أنا ارتكبت عمل الجرم وين؟ دستور بيكفل حرية التحويل لكل العالم. واضح؟
امتناع بعض المصارف، ركز على بعض ما بدي اعمم، بعض التحويل للناس، عدم تحويل لمعظم الناس اللي طلبت تحويل اموالها، هذا جرم، هذا جرم. ده